ايه ما انتي مسكينه كتصبن غير بيديها ما يكون الدار قتلها بالحريق. الو خويا سعيد، كي داير؟ لاباس؟ كي غادي مع الغربه؟ الحمد لله اخويا، حنا كنعديو، محتاجك في واحد السخيره. راك عارف الواليده مسكينه كتصبن بيديها، وقلت نصيفط لك شي بركه الا لقيتي شي وقيت تشري لها شي ماشينه لافيت نقص عليها تا النار. الله يسمح ليا منك اخويا. مالك اصاحبي هز الهم وغير كتفكر، الحل راه موجود وقدام عينيك من اليوم وفين ما كنتي في العالم. عند الكترو بلانيت تقدر تشري الواليده اللي احتاجتها، من ابسط الاجهزه الالكترونيه حتى ليزالكتروميناجر الكبار. ما عليك غير تدخل السيت ديالنا تختار اش حب الخاطر وتخلص بلا كارت كيشي بكل امان، وكون هاني حيت الامانه غتوصلها حتى لباب الدار وما تضرب حساب لوالو. راه غادي نتهلاو لك في الواليده، ما كاين لا هز لا حظ. الفريق ديالنا غيتكلف بكل شيء من ليفريزون حتى لانستالاسيون، ونزيدك كنوفروا لك حتى خدمه ما بعد البيع، وكنبقاو معاك على تواصل باش نعطيوك اي معلومه احتاجيتيها. الو ولدي، راه وصلتني الامانه، ريحتينا ولدي ونقصتي عليا تمارا، سير الله يرضى عليك. ايوا ملي ارتحت الوالده ارتاح ليا مع راسك. وما تنساش اللي احتاجيتيها انت وحبابك تلقاها عند الكترو بلانيت.